مشاهدينا، وللتعليق على رسالة المفتوحة التي أصدرها المكتب السياسي في هيئة علماء المسلمين إلى الشعب العراقي بمناسبة الذكرى 21 للغزو الأمريكي للعراق، ينضم إلينا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، حياكم الله خير. حياكم الله، ونرحب أيضا من عمان عبر الهاتف بالأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. السلام عليكم دكتور هلال. دكتور هلال هل تسمعني؟ طيب نبدأ مع دكتور ثامر لحين أن يجهز الاتصال مع دكتور هلال. دكتور ثامر، الرسالة المفتوحة الجديدة التي طرحتها وقدمتها هيئة علماء المسلمين في العراق للشعب العراقي حول الوضع السياسي في البلاد بعد عام، ماذا رصدتم خلالها من أداء شركاء العملية السياسية وأثره على الأوضاع في البلاد على مختلف الصعد؟ حقيقة العراق منذ احتلاله عام 2003 هو في انحدار مستمر على كل الأصعدة، سواء سياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الثقافية أو الاجتماعية. نعم. أما إذا أردنا أن نتكلم عن عام مضى من عمر العراق فهو عام لا يختلف سوءا وتعاسة عن الأعوام السابقة، فلم تفلح حكومة السوداني كسابقاتها بأي إنجاز يذكر، والعراق الآن أصبح يتصدر قائمة الأسوأ في العالم. مثلا أسوأ مدينة للعيش هي بغداد التي كانت سابقا هي حاضرة الدنيا، اما النظام السياسي نظام الصحي فهو منهار تماما. نعم. الشعب العراقي يعلم ان النظام الصحي منعدم في العراق، ولذلك ترى دول الجوار الان مكتظه بالمرضى العراقيين. التعليم هو الاسوء ايضا، اما اذا جئنا على الاقتصاد فالوضع الراهن وعدم السيطره على صرف الدولار على مدار سنه كامله من عمر هذه الحكومه، على الرغم من وفره الواردات من العمله الصعبه، حيث بلغت واردات العراق من النفط حصرا ما يقرب من 8 مليار دولار في الشهر الواحد. نعم. ومع ذلك الأوضاع الاقتصادية سيئة لأبعد حد. يقابل ذلك نرى أن العراق كما ذكرت الهيئة اليوم في رسالتها هو يتصدر قوائم نسب الفقر، انعدام الأمن، غياب العدالة، سطوة الميليشيات التي أصبحت تتحكم بالمشهد الأمني وهي من تسيطر على مدن كثيرة بعد أن تقوم بالتهجير القسري. نعم. ما زالت هناك مدن ونواحي عدة تم تهجير أهلها منها، ولا تسمح للميليشيات بعودة أهلها أمام أنظار الحكومة التي تدعي أنها تمتلك السيادة وأنها صاحبة حرية مطلقة. مثلا جرف الصخر، عزيز بلد، قرى نهر الإمام، سنجار وغيره، هذه كلها أثرت على الشعب العراقي، فأصبح العراق يمر كل سنة بأزمة ومعاناة وآلامه تزداد سنة بعد أخرى، وهي قطعا لن تنتهي. لماذا؟ لأن وجود هذه الأحزاب وهذه الميليشيات التي جاء بها النظام السياسي الحالي فمعناها أن العراق مستمر بمأساته، ونحن نتكلم عن 21 عاما. نعم. منذ مجيء هؤلاء إلى السلطة وتسلمهم السلطة في العراق. دكتور ثامر، أيضا رسالة الهيئة اليوم جاءت بالتزامن مع الاحتلال الأمريكي للعراق، وكل يوم تتكشف الأكاذيب أكثر وأكثر التي بنى عليه الاحتلال الأمريكي ادعاءاته لاحتلال العراق، لا سيما وأن ذكرى سقوط بغداد تتزامن مع الدعوات المتصاعدة أو السياسية والشعبية تنديدا بالعملية السياسية وشركائها. كيف تقرؤون هذه الدعوات المتصاعدة بعد 21 عاما على سقوط بغداد دكتور ثامر؟ ثم بعد ذلك نذهب إلى دكتور هلال. دكتور ثامر تفضل. لأكاذيب الاحتلال الأمريكي للعراق هي كانت واضحة منذ البداية، لا صحة لها، وادعاءات الأمريكان وجود أسلحة دمار شامل. نعم. ثم بعد ذلك العراق هو راعي الإرهاب، أصبحت هذه أكاذيب يعني تبين كذبها بعد الاحتلال مباشرة، ولكن بما نحن نتكلم عن قوة عظمى وهي تتحكم بما تريد أن تشيعه للعالم ثم تتراجع عنه. أمريكا للأسف هي قبيحة في ومجرمة فيما تقول وفيما تفعل. احتلت العراق من في كذبة، هذه الكذبة بعد أن كشفت
كان المفروض بها أو بالعالم، نحن لا نتكلم عنها لأن هي خلص بدأت بجرائمها. نعم. كان المفروض بالعالم الذي هو يدعي العدالة وأن هناك أمم متحدة كان عليها أن توقفها عند حدها، لكن للأسف ما رأيناه أنه استمرار في تدمير العراق. وكان المشروع الأول الذي جاء به الاحتلال الأمريكي هو ليس من أجل دمار أسلحة الدمار الشامل، وإنما من أجل تدمير العراق، مشروع تدمير العراق الذي بدأته أمريكا باحتلال العراق ثم باستمرار أو بناء العملية السياسية ثم بعد ذلك تدمير العراق عن طريق هذه الحكومات وهذه نعم. الأحزاب وهذه الميليشيا. نعم. دكتور هلال الدليمي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم دكتور. العملية السياسية كانت أهم منجزات الاحتلال بعد سقوط بغداد. دكتور، أي موثوقية وأي احترام للقيم الإنسانية للمحتل الأمريكي بعد أن قتل ما يزيد على 1,000,000 طفل عراقي، ثم ثبت الحكم من يستكمل مهمته من خلال القتل على الهوية خلال 21 سنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين، نسأل الله لكم العفو والعافية، ونعيد الله سبحانه وتعالى هذا العيد بالنصر إن شاء الله وتحقيق كل الأمان على الأمة العربية والإسلامية وعلى بلدنا العراق. تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. العملية السياسية بنيت، أو الاحتلال الأمريكي لم يبني عملية سياسية الهدف منها بناء بلد. سياسة المحتل بشكل عام، المحتل عندما يحتل البلد له سياسة تخدم مصلحته ومصالح من جاء في أجلهم، ونحن نعلم أن الاحتلال الأمريكي بني على باطل وعلى كذبة باطلة، وأسس لهذه الكذبة عملية سياسية كان يعدها منذ فترة طويلة، لأنه فترة إعداد العملاء أهم من فترة الاحتلال، لأنه هذا الإعداد الذي استمر لفترة طويلة بدعم ما تسمى في ذلك الوقت المقاومة العراقية أو العملية الناس المناهضين، أحزاب المناهضة للحكم الوطني في العراق. نعم. وتأكد تماما من أن هؤلاء الناس سيكونون اليد الطولة في تهديم العراق وتحقيق الهدف الأمريكي لإضعاف العراق والمنطقة بشكل عام. والعملية الموثوقية التي تتحدث عنها العالم في النظام السياسي الذي جاء به المحتل، بكل تأكيد كل العالم إذا لم يعلنها علناً فهو في السر يقول أن هذه عملية فاشلة وأن هؤلاء هم عملاء، لأنه لا يمكن لبلد يبنى على العمالة، يعني الذي يأتي مع المحتل الغازي لديار المسلمين هو وصف القرآن الكريم له دقيق جدا، فهو منهم. وبالتالي طالما أنه هذه الظنية للذين أتوا مع المحتل ومن التحق بهم هم أدوات هدم ومقاولين هدم للعراق، ونلاحظ خلال 21 عام ماذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية للعراق إلا الدم والقتل والتشريد والتقسيم. نعم. والتقييم والتخلف. يعني عندما نريد أن نقيم عملية على مسار زمني إلى عقدين من الزمن، ونلاحظ قد يكون يقول البعض أن هناك اشتراكات في البداية، ولكن نعم. الاشتراكات في انحدار شديد في كل مسارات الحياة. بالتالي المحتل الأمريكي حقق هدفه هو تدمير العراق، وكما وعد العراق عندما التقى المرحوم طارق عزيز مع الممثل الامريكي رئيس الوزير خالد الامريكي في ذلك الوقت، قال سنعيد العراق 100 عام وهذا الذي يسعون اليه عمليا. وبالتالي نلاحظ ان عمليه دعم ادوات الهدم قائمه لحد يومنا هذا، رغم الدعايه الاعلاميه التي تشير الى التناقض والى نعم. عمليه اجلاء المحتل ومقاومه المحتل وهذه الاكاذيب التي أصبحت سمجة لا يصدقها إلا الأسفارج. ولهذا يعني دكتور ثامر، كما تفضل دكتور هلال، من أجل هذا الواقع السياسي الاقتصادي وعلى كل المستويات الذي وصل إليه بقمة بالسوء في العراق، هناك دعوات متصاعدة لما يسمى بإصلاح العملية السياسية التي أسسها الاحتلال. هنا دكتور ثامر، هل فكرة إصلاح العملية السياسية ممكنة في ظل وجود الطبقة السياسية ذاتها على رأس السلطة؟ حقيقة مثل ما يعلم الجميع، العراق والعملية السياسية، العراق الآن عملية السياسية مبنية على أسس غير سليمة، أسس فاسدة،
ولعل من أهم أركان فساد هذه العملية السياسية وبناها على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية، وأيضا بنيت على أن من يملك السلاح والميليشيات هو من يمسك السلطة في العراق، أصبح هو الذي يتسيد المشهد في العراق. هذه المرتكزات هي التي تهدم أي دولة إن كانت موجودة فعليا، فكيف وإن هذه المرتكزات هي التي بنيت عليها العملية السياسية؟ هذا يعني أن ما نراه هو وهم، ومن يقول أن هناك ممكن إصلاح للوضع الحالي في العراق هي أكذوبة تسمى، يعني يحاول أن يغطيها ويمررها على الناس، لأن العملية السياسية في العراق هي أصلا لا تسمى عملية سياسية في الأصل، هي أكذوبة ولكن من أجل مجارات الواقع نسميها عملية سياسية. أما أن تصلح يعني الفاسد ليس ممكن إصلاحها لا أبدا، أما أن تصلح الفاسد والغير قابل إصلاح هذا مستحيل، هذا ضياع جهد من غير فائدة، فلا يمكن معالجة صاحب أمراض السرطان بحبة براشة. ولما من يدعي إمكانية الإصلاح من الداخل، هؤلاء إما يعيشون في أحلام وردية أو ممن يريدون أن ينتفعوا شخصيا من فساد هذا النظام البائس، بمعنى أنه سقط في مستنقع العملية السياسية التي ستغرقه بمستنقع عاسل من أجل لعاعة من الدنيا على حساب مصالح الشعب العراقي وعلى حساب مستقبل العراقيين وأجيال العراق المستقبلية. نعم دكتور هلال، هنا يعني وقع العراق في أكثر من محطة للتغيير في عام 2011 و 2013 وإلى 2019، كانت هناك الدعوة للتغيير، كانت مطالب شعبية مستمرة وتجسد بقمة التجسيد في ثورة تشرين. لماذا لم تحقق أهدافها ثورة تشرين بإسقاط الوجوه السياسية الجاثمة على صدر العراق؟ كلنا نعلم القمع الذي تعرض له ثوار تشرين، ولكن لماذا لم تستمر ولماذا لم تحقق مقاصدها؟ أولا لأنه الشعب العراقي لم يواجه عملية سياسية وميليشيات مسلحة فقط. العملية السياسية كما قلنا وقت فضل الدكتور قام المحمية من النظام الأمريكي أو من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران بشكل مباشر، وهما الشريكان الأساسيان في تدمير واحتلال العراق، وهم لديهم أهداف مشتركة. فبالتالي عندما يواجه الشعب العراقي كل آلة القتل التي يصمت عنها العالم وتم إبادة المتظاهرين والمحتجين الذي يضمن لهم الدستور الأعور الذي كتبه المحتل الأمريكي، نلاحظ أنه عملية ملاحقة الوطنيين الذين يريدون يطالبون بإنهاء العملية السياسية وإنهاء هذا الواقع الفاسد يتعرضون لأبشع أنواع الاغتيالات العلنية والسرية والجيش والشرطة والميليشيات وإدخال الميليشيات إلى، نلاحظ أنه عملية بناء لا دولة. يعني أنا أتكلم في العراق عن نظام لا دولة في حالته الحقيقية، لأن الدولة لديها جيش وشرطة ونظام، ولكن الميليشيات التي تدخل تتسيد على الدولة وتقوم بتنفيذ ما تريد لمصالح أجنبية مباشرة. يعني عندما تكون هناك سرية عمليات ميليشيات مرتبطة بجهة وتنفذ جزء من الأجندة الأجنبية بشكل أو بآخر وتلبس اللباس الوطني كما يدعون حاليا، ولكن هناك ميليشيات تعلن ولاءها المطلق لإيران وبشكل مباشر، وإيران لديها نفوذ أكثر من نفوذ ما تسمى الحكومة العراقية على مناطق في العراق وجهة الصخر خير غيثان. إذا كيف تستمر هذه الثورات الشعبية المتتالية ومن يتصدى لها؟ تصدى لها العالم لأنه عندما يثور شعب ضد نظام سياسي فاسد ويجد أن الطائرات الأمريكية والميليشيات الإيرانية والقوات الإيرانية والقادة الإيرانيين الذين يأتون إلى العراق بدون رقيب ويقومون بحماية هذا النظام السياسي، لأن وضعية النظام السياسي تخدم الهدف المشترك ما بين أمريكا وإيران في العراق وتهدف الصراع في المنطقة، لأنه أمريكا عندما احتلت العراق ليست هدفها العراق فقط، وإنما لديها مشروع متكامل بني على ما يسمى الفوضى الخلاقة، وهذه الفوضى هي التي تخدم. فبالتالي عندما يستقر نظام السياسة في العراق وتغير هذه الوجوه، يخسر المشروع الأمريكي ويخسر الاحتلال الأمريكي الإيراني أهدافه في العراق، بالتالي القضاء على أي بذرة ثورة. ولكن هذا لا يعني أنه اليأس،
هذا يعني أنه يجب الصراع ما بين الحق والباطل يجب أن يستمر، ويجب أن تبنى عملية الشعب العراقي أنه بالتغيير. يجب أن يكون هاجس كل وطن عراقي، لأنه الذي يدفع الثمن بالنتيجة هو المواطن العراقي وليس السياسيين الذين جاءوا مع المحتل. دكتور هلال الدليمي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من عمان، شكرا لكم على المداخلة. ونشكر كذلك مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني، شكرا لكم على المداخلة دكتورة.